كلمنا عن العمليه الانتخابيه النهارده. ان شاء الله هتبقى جميله وكويسه وحلوه، وان شاء الله هيبقى في التوفيق والتوفيق. تتوقع ايه اللي هيعود على النقابيين من بعد العمليه الانتخابيه النهارده؟ لا ان شاء الله اللي هيمشي كويس هيحط على راسه، اللي مش هيمشي كويس 30 فرد يمشي. بس مش عايزين الجمعيه. بدعم مين؟ بدعم مين؟ بدعم مين؟